في عقد زواج السيدة الحرة مع أحمد الوطاسي ملك المغرب آنذاك، كان مكتوب في هذا العقد السيدة الحرة بهذا الاسم السيدة الحرة. وبالتالي عدد من المؤرخين مالوا إلى الاتجاه أن اسمها السيدة الحرة، والآخرون يقول أنها عائشة. وبالتالي هذا خلاف، لأن هناك بعض الوثائق التي تشير إلى أن عائشة، حتى أنه في الأسطورة التي تقول عائشة قنديشة كان عائشة الكونديسة يعني الأميرة. هذا تواتر كثيرا بخصوص المعارك التي كانت تقع في البحر الأبيض المتوسط، وكانت تقودها هي بنفسها. هناك عدة مغالطات على السيدة الحرة. السيدة الحرة كانت امرأة محاربة. مع الأسف أن عدد من الروايات ومن المسلسلات شوهوا صورة السيدة الحرة، وبالتالي السيدة الحرة هي بنت كاتالينا فرنانديز، امرأة كانت إسبانية مسيحية وأسلمت وكانت ببخير دي لا فرونتيرا. وأنا شخصيا ذهبت إلى منزل الأم للسيدة الحرة المتواجد في بخير دي لا فرونتيرا في إقليم قادس، هو قريب من البوغاز، يعني ربما حتى من طنجة إذا طللنا في بعض الأحيان، يعني أن من طرفة على اليمين توجد بخير دي لا فرونتيرا. إن هي ابنة عالمة كانت في إسبانيا وكانت تتقن اللغة الإسبانية أمها، أما هي فيقول على أنها تتقن عديد من اللغات، اللغة البرتغالية واللغة الإسبانية اللي هي استفدت منهم. وكذلك أبوها كان من سوش على أن علي بن راشد هو من أحفاد مولاي عسلان بن مشيش، ومولاي عسلان بن مشيش كذلك كان من الأخطاب الكبار، وبنت كذلك باللغة المحلية الآن نقول من المناضلين والمحاربين الكبار اللي هو علي بن راشد، اللي كان يحارب مولاي علي بن راشد. يعني هي كانت سليلة ثقافتين أو وارثة ثقافتين، الثقافة الأندلسية الإسبانية والثقافة العربية الإسلامية المغربية. السيدة الحرة هذا كانت استراتيجية للأب ديالها، لأن الأب ديالها كان طبعا حال كانت الدولة المغربية ضعيفة آنذاك، كانوا الوطاسيين وبوزوغ السعديين، كانت حروب تقريبا مناوشة ما بين السعديين والوطاسيين. وعلي بن راشد عندما عاد إلى مدينة تطوان، ولكن هو كان عنده إشكالية في الجهة الغربية، يعني في الشمال الغربي، هو يعني ضابط المسائل من الشاون حتى الترغى جهة البحر حتى السطيحات، ولكن في هذه الجهة ديال الجهة الأصيلة حتى الطنجة والجهة الأخرى كان يصعب له. وبالتالي هو اقترح على علي المنظري، وعلي المنظري كان في بينيار يعني تبعد عن غرناطة 44 كيلومتر، فاستقدم علي بن راشد وزوجه ابنته، وحتى أن بعض المصادر اللي تدخل على أنه هو اللي شرى تطوان، وأن تطوان كانت خربة وقد 60 سنة احتاج المنظري من جديد بمساعدة علي بن راشد، وزوجه ابنته واستقر بمدينة تطوان. وبالتالي الشمال الغربي تكلف به المنظري، والجانب الآخر تكلف به علي بن راشد. على هذا الشيء ما كتبان حتى شي قصبة برتغالية من أصيلة حتى الترغى، والسيدة الحرة عاشت في هذه الظروف. وبالتالي منذ صغارها وهي ترى المخططات الحربية وواحد مجموعة دي الأشياء، ومن مشت لتطوان كذلك عاشت مع زوجها اللي هو قائد عسكريا، وبالتالي كذلك استمرت هذه العملية. وحتى أنهم كانوا يقولون بعض الأحيان كانت كتفتي بعض الآراء الحربية في المجالات. وبالتالي هو سيد المنظري كان يكبرها بسن كبير، يعني سنها وسن المنظري كان متفاوت جدا. وبالتالي أن سيد المنظري وخاتي يقولوا أن السيدة الحرة حكمت 18 سنة من بعد وفاة المنظري، فكين بعض الوثائق اللي تقول حكمت 32 سنة، لأن سيد المنظري اللي كبر ما بقاش يشوف، وهي اللي خدات. وخاتي سيد المنظري مازال في الحكم، ولكن هي اللي كانت واخدة الحكم الحقيقي، يعني هي اللي كانت الحاكمة الفعلية فعلا في مدينة تطوان.
وبالتالي هذه تجربة كبيرة ميدانية. أنا مع الأسف واحد مجموعة المسلسلات شوهوا الصورة ديال السيدة الحرة حتى جعلوها بحال حريم السلطان وشيء من هذا القبيل. لا، راه كانت امرأة يعني محاربة تغامر داخل البحر، راه ما كانتش تبقى غير من المنزل ديالها، لا، تجي البرتغال بجميع أساطيلها القوية وتوضعوا لها كادمين داخل البحر الأبيض المتوسط. ومن بعد تيبان أن جاء الخبر أن هذاك الكامين غادي يكون في ذلك المكان، وتجي الأساطير ديال السيدة الحرة من جهة أخرى، وبالتالي كانوا تقولوا هذا الشيء غير طبيعي، هذا إذن السيدات التعامل في شيء سحر أو في شيء من هذا القبيل.